شفت انا الكلام بتاع محمد الشيبي عن القيم والاخلاق والاحترام. القيم والاخلاق والاحترام تظهر مع المحترمين بس، ما بتظهرش مع الناس الغير محترمه. وانت للامانه كلاعب كره قدم بره الملعب صراحه، جو ان حد يحترمك وان حد لازم يحترمك ده مفيش الكلام ده. هو ده الاهلي يا حبيب قلبي، مش انت بتعمل من الاهلي كده، لا الاهلي قد كده حبيبي. وفي الاخر بترجع تعيط وبترجع ترفع التيشيرت بتاعك، قال يعني حد عارفك ولا يعني حد شايفك؟ هو ده الاهلي يا حبيبي، مش انت جاي بتعاند وجاي بتقول انا وانا 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 وانا، عادي مش فارقه كتير. تعالى ساعه الجد هتعيط في الاخر وتقول والدتي اشرف ومش اشرف. وعلى فكره والده حسين اللي انت كنت بتشتمها في ماتش الاهلي قبل كده لما مسكك ضربك برده كانت اشرف بكتير جدا من كل الناس اللي انت تعرفهم، وانضف بكتير جدا من كل الناس اللي كان بيدافع عليك وقتها. عايز تدخلها في قصه مصر والمغرب دخلها، مش فارقه كتير. خلي المغاربه ما يخلوش حد يجي يلعب في الدوري المصري، والله العظيم ما هتفرق كتير. اللي بيجي هنا هو اللي بيكسب، مش اللي الانديه اللي بتكسب. اللي بيجي يلعب هنا في مصر هو اللي بيكسب، بياخد فلوس عمره في حياته ما كان يحلم ياخدها في بلده. والدليل انت شخصيا، انا جيت من المغرب مطرود، وجيت من الفرقه اللي انت لعبت فيها من المغرب مطرود، وجيت هنا مصر طلع في الاخر تتكلم على مصر والمصريين والقيم والاحترام. احنا بنحترم المحترم بس، الغير محترم لا يجب احترامه.